نسكت عليها أو نحيد، ما عيد إلا في اليمن ولا يمين ما هوش عيد. يسمع اليمني هذه الكلمات بصوت الفنان حسين محب، وهو يعلم أنها ستذكي في قلبه الشجن والشوق، غير أنه لا يستطيع إلا أن يفعلها في محاولة لأن يعيش جزءا من أجواء العيد ولو من باب المحاكاة. في خضم رحلة البحث عن وطن، يحاول اليمنيون استراق لحظة فرح في الاحتفال. يمر العيد والوضع لم يختلف كثيرا على اليمني منذ أن بدأت الحرب عام 2014، فقد تسبب الانقلاب في تشريد نحو مليوني يمني معظمهم في السعودية والقاهرة. يكاد اليمني يحمل نفس الهموم والأوجاع في البلدان العربية وماليزيا وتركيا وأوروبا وأمريكا وأينما حل وارتحل، وجع تلملمه الأرض ويعرفه التراب الواحد. يتقاسم الألم مع أهله في الداخل، هو يتألم لأجلهم وهم يتألمون لأجله، لتكتمل دائرة الوجع والفراق. العديد من الجاليات اليمنية في المهجر تحاول خلق عيد موازي للعادات والتقاليد في اليمن. يحضر الفنان علي الأنسي بأغنيته المعروفة، ويحضر البخور والعيدية والرقص الشعبي لتحضر بهجة العيد ولو في وجوه الأطفال. يمضي اليمني ليخوض رحلة البحث عن وطن خارج الحدود ولو صورة مؤقتة، بعد أن ضاقت دائرة الحلم واتسع المنفى. فكان الخروج ملاذهم الأخير، يحمل وطنه في ملامحه وهواجسه وطقوسه التي تحضر مواسم الأعياد، فتزداد وطأتها عليه. كيف لا وهو يخوض تجربة الاغتراب بعد إسقاط دولته، ويعيش تجارب جديدة في أرض لا تعرف لغته ولا تكترث لمآسيه. كيف مر العيد عيدهم وهم مقسمون بين غربة لا تدرك معنى العيد وبين عالم افتراضي يصلهم بأحبتهم في الوطن الأم؟